غالباً يكون على المسلمين في ذنوبهم التي يقترفون، كما في صحيح البخاري تأخر الرسول صلى الله عليه وسلم يوماً عن العادة في صلاة الفجر، ثم خرج وصلى صلاة تجوز بها، ثم بعد الصلاة قال: أماكنكم؟ أخبركم ما الذي حبسني؟ ما قال: قمت وصليت ما شاء الله أن أصلي ثم نعست، فأتاني آتيان من ربي. رؤيا الأنبياء وحي مثل الوحي الذي يكون في اليقظة، ما في فرق. قل: فأتاني آتيان من ربي فقال لي: انطلق انطلق. فانطلقت معهما، فأتينا على رجل، وعنده رجل قائم يشرشر شدقه من فمه إلى قفاه ومن منخره إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الثاني فيصنع به كذلك، فإذا فرغ منه إذا الشق الأول قد عاد كما كان فيفعل به كذلك. فقلت: سبحان الله، ما هذا؟ وقال لي: انطلق انطلق. أتينا على رجل نائم، عنده رجل معه حجر فيثلغ رأسه فيتدهدها الحجر فيذهب ويأخذه، فإذا أخذه وعاد إذا رأسه قد عاد كما كان فيثلغه. فقلت: سبحان الله، ما هذا؟ فقال لي: انطلق انطلق. فأتينا على رجل يسبح في نهر مثل الدم، وعلى ضفاف النهر رجل عنده حجارة، فيأتي ويفغر فيلقمه حجرة ثم يعود يسبح. فقلت: سبحان الله، ما هذا؟ فقال لي: انطلق انطلق. فأتينا إلى رجال ونساء عراة في بناء مثل التنور، أسفله واسع وأعلاه ضيق، ثم يأتيهم لهب من أسفل منهم فيصيحون ويضوئون. فقلت: سبحان الله، ما هؤلاء؟ فقال لي: انطلق. ذكر أشياء ثم فسروا له ذلك. قالوا: أما الرجل الذي رأيته يشرش شذقه من فمه إلى قفاه ومن خره إلى قفاه، فهذا الرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، هذا عذابه إلى يوم القيامة. وأما الرجل الذي رأيته يثلغ رأسه فهذا الرجل يأخذ القرآن وينام عن الصلاة المكتوبة، هذا عذابه إلى يوم القيامة. وأما الرجل الذي رأيته يسبح في النهر مثل الدم فهذا آكل الربا، هذا عذابه إلى يوم القيامة. وأما الرجال والنساء العراة الذين رأيتهم في مثل التنور، هؤلاء الزنات والزواني، هذا عذابهم إلى يوم القيامة. هكذا يعني، هذا معناه أن الذنوب يعاقب عليها في البرزخ، وهذه حياة. وفي حديث ابن عباس الذي في الصحيحين يقول: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستبري من بوله، يعني لا يتنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة إلى آخر. فإذن يعني بعد الموت إما أن ينعم الإنسان إذا كان قد من الله عليه بالعفو والعافية، عافاه وعفى عنه، ولا ما في أحد يخلو من الذنوب أبدا، ولكن الله جل وعلا عفو كريم يعفو ويتجاوز. ولهذا يقول جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، يعفو عن كثير. لو أخذنا بكل ما نفعل ما عشنا ولا حي من أحد. فالمقصود يعني هذا كله يدل على أن الحياة البرزخية يعني حياة القبر حياة حقيقية، وقد تكون أكمل من هذه الحياة.
فالرسل في حياتهم البرزخية أكمل من حياة الشهداء، والشهداء أخبر الله جل وعلا أنه لا يجوز أن نقول أنهم أموات، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، يعني ما نعرف حياتهم ما هي، لأن حيرات غيبية. وفي الآية الأخرى بل أحياء عند ربهم يرزقون، يعني يأكلون ويشربون ويتمتعون. والأنبياء أكمل منهم، أكمل منهم. وكذلك المؤمن، المؤمن روحه في الجنة وإن كانت لها صلة في القبر، وشأن الروح أمر عظيم. هو المقصود يعني أن هذا أيضا يجب أن نفكر فيه، يجب أن نفكر في قبورنا التي سوف نبقى فيها كثيرا، ونقدم الشيء الذي يكون لنا فيها من تسبيح وتكبير وتهليل. الأمر سهل، ما هو صعب ترى، سهل، ولكن مثل ما قال صلى الله عليه وسلم على من يسره الله عليه. إلا تسبيحة واحدة تقول سبحان الله، هذه خير من الدنيا لو عرفنا، من الدنيا وما فيها. سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هل تعجز أحد؟ سهلة، في أي أنت تماشي نائم جالس، اذكر ربك. الذاكرون لله جل وعلا هم أسعد الناس، الذاكرون الله كثيرا. فكذلك الأعمال الصالحة طرقها كثيرة لا حصر لها، صدقات، أعمال تعملها بنفسك، أعمال تدعو بها أهلك ولدك وغيرك، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لسعد، سعد في حجة الوداع، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مرض مرضا شديد، خاف أنه يموت، فزاره الرسول صلى الله عليه وسلم فشكى إليه، قال يا رسول الله أخلف ويمضي لأصحاب هجرتهم؟ فيه سؤال سأله عن الصلاة وعن المال، فقال لعلك لا تخلف، لعل الله جل وعلا يبقيك فيضر بك قوم ويسعد بك آخرون، ولكن البائس سعد بن خولة يرثي له، لأنه مات في مكة. سعد بن خولة من المهاجرين ولكن مات في مكة في تلك وإذا مات في بلده الذي هاجر منه ما صار له أجرة، ذهبت أجرته. ولهذا قال ولكن البائس سعد بن خولة يرثي له، أنه مات في مكة رضي الله عنه. المقصود يعني أنه يجب لنا أن نقدم. زار اثنان من التابعين أبا ذر، بل جاء مسافرا وصدفة وجداه في الربذة، كان ساكن هناك، دخل منزله ما في شيء، ما في أثاث، ما في فرش، ما في أواني، ما في شيء. قالوا يا أبا ذر وين الأواني وين الأثاث؟ قال لنا بيت نرسل له، ما تحصلنا أرسلناه. وين البيت؟ البيت في القبر، القبر نرسل له ما شيء. هؤلاء يستعدون في الواقع، يستعدون عدان. وأمر الإنسان فيه أكثر من 600 مفصل في بدنه، كل مفصل إذا أصبحت كل يوم عليك صدقة لهذا المفصل. لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة هذا قالوا كيف تصدق أكثر من 600 صدقة في اليوم؟ شيء صعب. قال التكبير صدقة، والتهليل صدقة، والتسبيح صدقة، وأمرك بالمعروف صدقة، وإزالتك الأذى عن الطريق صدقة، ويجزي عن ذلك كله ركعتان من الضحى. هذه الصعبة، ركعتان تركعهما من الضحى.
يجزي عن الصدقات هذه كلها. فالأمر سهل ميسور، ولكن يحتاج إلى نية وإلى استعداد، وإلا ربنا جل وعلا كريم. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بمثلها فقط. هل يعني يجوز أن الإنسان أنه تغلب أحاده عشراته أو مئاته؟ هذا يكون ضايع، يكون ضايع. ومع الإيمان بالله جل وعلا والتقوى الأعمال تكون سهلة وميسورة. إذا عملت أي عمل يكون لله جل وعلا خالصا لوجهه، أبشر بالسعادة وبالخير، فالله كريم جواد جل وعلا. المقصود يعني أن نعرف أننا سنموت ونحاسب ونجلس في قبورنا مدة طويلة، إما نعذب نسأل الله السلامة أو ننعم فيه، ما نخلو من هذا. ثم البعث بعد ذلك، نخرج من القبور نمشي عراة حفاة، لا نعال ولا مركب ولا غطاء ولا وقاء، الشمس فوق رؤوسنا واقفة، نقف. الشياطين والمؤمنين والكافرين كلهم جميع، غير أن في الموقف أمور كثيرة كثيرة جدا، فيها محاسبة، فيها. ثم بعد ذلك يؤتى بالنار، تحيط بالناس من جميع الجهات، فكلنا مثل ما قال الله جل وعلا: فوربك لنحشرنهم والشياطين، ثم لنحذرنهم حول جهنم جثيا، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، وإن منكم إلا واردها. هذا قسم، قسم من الله، وإن منكم إلا واردها. ثم إيش؟ نجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالورود على القول الصحيح من أقوال المفسرين أنه المرور على من فوقها، ما في عبور إلى الجنة إلا من فوق النار. وقد جاء وصفه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو قال: منهم من يمر مثل لمح الطرف بهالسرعة، ومنهم مثل لمح البرق، ومنهم مثل الريح مثل أجاود الخير، وهكذا. ثم أخيرا منهم من يحبو مرة ويكون مرة، ومنهم من يلقى في النار، يقول على الصراط كالأليب مثل شوك السعدان. هل رأيتم السعدان؟ قالوا نعم، لأنه يقول: هل رأيتم السعدان؟ السعدان ليس في الحجاز، وإنما هو من عشب نجد، شوك مدورة فيها شوك كثير معقف، يقول مثل شوك السعدان، إنه لا يعلم عظمها إلا الله، تخطف الناس تلقيهم بالنار. وكل الذين يمرون ويلقون على المسلمون، أما الكافرون فما كما سمعنا ذهب بهم من أول وهلة، فهم ذهب إلى النار. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينجينا وإخواننا المسلمين ووالدينا من النار، وأن يعفو عنا ويغفر لنا ويقبل أعمالنا ويتجاوز عن سيئاتنا، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.